السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما قبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن موسم 2025 إن شاء الله رب العالمين إن أراد الله. تحدثنا في فيديوهات سابقة عن التجهيز لموسم 2023، تحدثنا عن التجهيز لموسم 2024. وبالمناسبة يا جماعة، في موسم 2024 كان عنا إنتاج بالرغم من الأحداث الصعبة، واستحدثنا أكل مثل الرز المسلوق، واستحدثنا أكل مثل اللي هو الفيديو اللي سبق ونزلناه، دبلنا يعني أو حجلنا إنتاج 2024. لكن للأسف جميع الفيديوهات اللي كنا مسجلينها إلكو، ومنها فيديوهات بناديق البسبوس مع الكناري، وكان في عنا دويريات، وكان في عنا عصافير كثير وهواجين، كل الفيديوهات الجميلة اللي ما كنا قادرين نرفعها على اليوتيوب لأنه ما كان في إنترنت، كلها راحت وضاعت مع الجوال. لكن معوض إن شاء الله، كل المعلومات معوضين. موسم 2025 تمام، هنبدأ إن شاء الله معكم موسم 2025 من أول الموسم إن شاء الله. طبعا إحنا عارفين إنه في ناس بتشغل الطير من شهر اللي هو 3 اللي هو مارس اللي هو مع الطبيعة، بتشغل 3 4 5 6 7 تمام 8 9 لعن 9، بشغل تقريبا 7 اشهر، من 7 الى 8 اشهر تمام. وبعدين بتوقف طيرها في 10 11 12 1 2، بتوقف طيرها 5 اشهر تمام. هذول جماعة الطبيعة، جماعة تانيين قلنا اللي بيشغلوا على المكيفان او بيشتغلوا يعني بنظام عادي، يعني اللي هم بيشتغلوا بيشغل في وقت الشتاء، بيبدأ بيشغل ب 11 12 1 2 3 أربعة خمسة، بيبدأ عنده الطير يدخل في غيار الريش. ستة سبعة يعني بشغل تقريبا 8 أشهر، في شهر ستة بيدخل عنده الطير في غيار الريش، بيوقف الطير لشهر اللي هو 11 تمام. هذا اللي هو السيستم اللي ماشيين عليه هيك وهيك. وفي ناس ماشيين على اثنين، يعني بيقسم طيره نصين أو تلتين، وتلت تلت بشغله هيك أو تلتين بشغله هيك وتلت بشغله هيك. احنا يا جماعة الموسم هذا مضطرين لأنه ما في طير. كنا الموسم اللي فات حنشتغل في شهر واحد، في شهر ثلاثة، الموسم اللي فات كنا حنشتغل في شهر ثلاثة، لكن بسبب الأحداث كانت الطيور اللي شغالة محدودة تقريبا 3 4 أزواج، وقلنا لكم الفيديوهات كلها راحت اللي بتحكي عنهم. الموسم هذا حنشتغل في موسم الشتاء، يعني حنبلش من موسم من شهر 10 اللي احنا فيه، شهر 11 حنفرز هذا الطير اللي ورانا ونشتغل عليه تمام. ايش اول شيء لازم يتوفر عندي؟ اللي هي الغرفة المناسبة. ولما نقول الغرفة المناسبة، اليوم عندنا احنا في قطاع غزة صعب، هذا الموضوع صعب كتير على الناس، لكن انا بحكي بشكل عام لجمهورنا ولمتابعينا بشكل عام. لازم يعني غرفة الطير تكون فيها استقلالية للطير، ويكون فيها منافس. يعني انا بقول منافس يعني اقدر اتحكم في النوافذ، في الشبابيك، في الباب دون تدخل بشري. هذا التحكم علشان خاطر الطير، مش عشان خاطر الايش البني ادمين. طبعا قلنا اللي بيشغل او اللي بينتج عن طريق المكيفات هذا موضوع تاني، هو بيضبط مكيفه على شيء معين وبيشتغل. لكن اللي زينا واللي ما في مكيفاته على الطبيعة، يعني شغال اضاءة الشمس مع اضاءة كهرباء، اذا في كهرباء هذا حيكون لازم يكون في عندي نوافذ. حورجيكوا هالجيت وارجع للفيديو. طبعا هذا شباك شمالي اشتغلناه من اول وجديد، هذا تاني مرة طبعا يقع الشباك ويتفجم ويخرب ونشتغله، هاي تاني مرة. والشبك هذا تاني مرة نشتغله، هذا شمالي انا بتحكم فيه، انا في عندي شبك وورا الشبك في ريشة ناعم علشان يتناسب مع وضع الشتاء، لانه الريح الشمالي قوي وممكن يمرض الطير، فانا بدي يكون ضعيف جدا وانا اللي اتحكم فيه. هناك روح هناك بالكاميرا، عندي هذا الشباك الثاني، شباك غربي نسبة الهواء منه اضعف، طبعا برضو بتحكم في الاباجور والباقي مسكر. لف بالكاميرا زي هيك، عندي هذا الشباك قبلي، هذا شباك قبلي انا سكرته بنايلون، خلص سكرته بنايلون لاني ما بدي منه حاجة، بدي منه فضاء واضاءة. وهنكوك الباب، الباب يا جماعة لسه حتى الان ريشت بعد ما أصبحت الغرفة جاهزة لاستقبال العصافير وأمناها من القوارض أو أي شيء. بيجي دور تجهيز الخزانات، لابد نقطة مهمة جدا يا جماعة أنه يكون عندي، شايفين هاي الدرج، في عندي هنا شبك عازل يعزل براز الطير عن رجليه، هذه نقطة مهمة جدا عشان أبعد عن الكوكسيدا والسلمونيلا وجميع الأمراض، وهذا ما نسميه الوقاية خير من قنطار علاج، وقاية. هذا شيء ضروري جدا جدا ان اعزل براز الطير عن اقدامه.
تمام. وما دام تحدثنا عن الخزانات يا جماعه، الخزانات لها مكان محدد في الغرفه لازم تنحط فيه، توضع فيه. المكان ما يكون عقبال تيار هواء شديد، ما يكون عقبال الباب حيث الماره. طبعا هذا الامر الا كنا مضطرين، لما كانت عندنا المزرعه فيها حوالي 200 روح يعني 200 عصفور، كنا مضطرين، كان في عندنا خزانات على الباب محطوطه، لكن كنا مضطرين اضطراري، وكنا نامن جهه الباب من التيار بنيلون او ما شابه في فتره الشتاء. اذا بده يكون بعيد عن المارة، بدي ما يكونش عقبال تيار، ما يكون في مكان معتم لأنه الأنثى بدها تشوف الطعمي. إذا ما يكونش مكان معتم، ما يكونش عقبال تيار هواء اللي يبردن ويرشحن، ما يكون عند الباب للمارة، تمام. ولابد يا جماعة أن الخزانات تكون إما على يمين أو على يسار النوافذ، يعني ما تكون مقابلة للنافذة مباشرة، علشان لو في شمس مباشرة جاية على الخزانة وأجت على العش ممكن البيض يفسد، ممكن يفسد، ممكن البيض يفسد من الشمس لو كانت الشمس قوية، يعني ممكن البيض يخنق أو اللي هو يعني يخرب، يا على يمين النافذة يا إما على يسار النافذة. بتظل النقطة اللي بعدها يا جماعة هي فرز الطير، فرز الطير بما أول حاجة اللون والنوع والحجم. اللون يعني أنا بدي اللون مثلا الخوخي مع الخوخي، الأبيض مع الأبيض، أو أضرب الألوان بشكل سليم. النوع مفتل مع مفتل، كريس مع كريس، يوركشير مع يوركشير، بلدي مع بلدي، أنا بدي أعمل محسن مثلا بلدي مع كبير مع هكذا. بدي أضرب بالنسبة للحجم أو النوع، قلنا بالنسبة للحجم كبير صغير، شمال أنتسيف، ريش ناعم ريش خشن، وهكذا. إذا أنا بدي أنتقي الطير بشكل مناسب. طبعا اللي عنده طير كتير زي ما كان عنا قبل، مش زي لما يكون عنا 3-4 جواز زي حاليا، ما راح أتغلب في فرزهم حاليا. إن شاء الله راح أفرز الطير قدامكم على الكاميرا، تمام. عند عملية الفرز لازم أراعي الجهوزية، يعني الجاهز مع الجاهز. اللي بده أسبوع بده 10 أيام مع بعضه، اللي بده شهر بده شهرين. يعني لا يجوز أن أضع ذكر جاهز مع أنثى بدها شهرين، بدها 3 شهور، حرام. راح يعاود يدخل في غيار ريش مع هذه الأنثى وما راح أستفيد منه. إذا الجاهز مع الجاهز، وغير الجاهز مع غير الجاهز، لأنه حيجهز مع بعض. وبعدين ضروري يا جماعة العمل على كتابة وترقيم كل شيء، إما في دفتر ملاحظات زي هيك، يعني دفتر ملاحظات خارجي، أو إما أن أنا ألزق بلزيق على الخزانات أو على العشاشي. لابد من توثيق كل شيء. إذا حطيت دواء علاج سواء بيطري أو العلاج يعني أعشاب، لازم أكتب التاريخ، لأنه هذه العلاجات لها مدة معينة، ولو أنا نسيت ممكن الطير يدخل في عملية تسمم وينضر. لو الانثاي باضت في حالة البيض، لابد من وضع تواريخ لكي أعلم متى سيفقس هذا البيض وأكون مستعد ومهيأ لفقس البيض. طبعا ما بدنا ننسى في شغلة بديهية أو بدهية، وهي الحجلات اللي هي الدبل. لابد من تجهيز اللي هو دبل للموسم اللي احنا فيه. جهزنا قبل هيك دبل 2023، بعدين دبل 2024، يعني انت وفرت، يعني مش فرض ولكن انت وفرت. احنا اليوم غير متوفرة دبل 2025، فإن وجدت الدبل يعني عنا دبل 2023 ودبل 2024، راح نستخدم اما 23 أو 24 للموسم هذا إن شاء الله رب العالمين. المهم يا جماعة ربنا يهدي البال ويحل السلام علينا وعلى جميع المنطقة وعلى جميع الشرق الأوسط إن شاء الله رب العالمين. الحين يا جماعة راح أخذ كل الطير وحقوم بفرز الطير قدامكم، وأحط كل جوز مناسب في عين مناسبة. تفضلوا معنا، وإذا بقولوا مسك الختام حنمسك الطير. طبعا هان يا جماعة عنا 3 ذكور و5 إناث، 3 ذكور و5 إناث. راح نخلي في هذا المطير ذكر مع انثيتين مؤقت، يعني عبال ما نشوف ايش نجيب طير قدام، وراح نفرز مجموعة منهم في الخزانة برا. طبعا هنا في المحبس راح نعطي الوردي للصمرة عبيضة، وراح نعطي الخوخي لهذه. تحت يا جماعة سبنا الذكر، هيو الذكر هذا الريد فاكتور الغامق، سبنا مع انتي غامقة زيه، وسبنا تنتين مشبرقات الى حين ما يتوفر عندنا ذكر لون، او يعني نشوف ايش يطلع معنا قدام وايش نجيب ان شاء الله رب العالمين. اي هذول ان شاء الله، هي الذكر الوردي وهذه الانثى سمراء على بيضة. هذا اول جوز ان شاء الله. طبعا هي الجوز الثاني، ذكر خوخي مع انثاية مشبرقة اسود بخوخي بالوان برصاصي بسكني، الوان هيك متداخلة. وهينا راح نحط اكل من الجديد اللي احنا استحدثناه وعملناه على ايدينا، ونزلنا فيديو عنه، بتقدروا ترجعوا لفيديو الاكل. طبعا اخر شيء احنا ممكن نحط اللي هو الخيط، هذا
خيطان طبعا كميه هان وكميه هان. طبعا هذه العصافير شبه جاهزه، بدها يمكن اسبوعين ان شاء الله بتجهز، سواء هذه او الموجوده في المطير الصغير، وان شاء الله بنستمر مع بعض. وزي ما كانت الخزانات مليانه والاقفص كلها مليانه طير، من هالعصافير هذه ان شاء الله راح نبدا من جديد، وراح نعمر الغرفه من جديد ونكثرها ونكبرها ان شاء الله رب العالمين. تابعونا عشان تتعرفوا على كل جديد وتستفيدوا من المعلومات اللي عنا. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة. كنت ترانا للمرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.